يعطيكم العافية. هسه راح نكمل الشرح مثل ما حكينا بالفيديو السابق، انه ستيب 1 قسم المومنت، خطوة 2 فيكست اند مومنت، خطوة 3 عبارة عن المومنت ايكويشن، وعرفنا كيف نرسم معادلة، نكتب معادلة المنبر، القريب باخذ 4 والبعيد باخذ هاي 4، بدنا نحدد الناون والانام، نحدد المعطيات او الاشياء اللي معي والاشياء اللي مش معي. من خلالهم بقدر امسك معادله المومنت واحد، من خلالهم بقدر اوجد معادله المومنت واحد. فهسه نبلش بستيب 4. ستيب 4 بتحكي لي كالتالي، بدي اوجد شو الشغلات اللي انا من الاستراكشر 1 بعرف كنتش قيمتها مباشره. بدي اروح على الاستراكشر 1 واعرف شو الشغلات اللي بقدر اوجد قيمتها مباشره، مثل اللي هم عندي فقط الدلتا والثيتا، هذول الشغلات اللي بعرف اجيبهم من الستركتشر 1. يلا نيجي للبيم اللي رسمناه بالبدايه. هذا البيم في عندي انا جوينت 1 وعندي جوينت 2 وعندي جوينت 3. هسه اذا ذكر لي بالسؤال ما في سيتلمنت هبوط ديفليكشن معناها زيرو، وغالبا بنسبه 99% بقول لك ما في هبوط. لو انت بتدرس بالتكنو بقول لك في هبوط مشان اذا تستعمل الاي والاي، ما بديش اياه زيرو، فدائما الدلتا زيرو. هسه بقول لك هاي الثيتا، الثيتا من الاستراكشر 1 عند الفيكست قيمتها زيرو، فبالتالي ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 هذول انا البارامتر اللي عندي، والدلتا طبعا دلتا 1 2 ودلتا 2 3. ثيتا 1 وثيتا 3 0، فبالتالي كم من الانون صف عندي؟ كم الانون؟ الانون هي ثيتا 2 اللي هي فعليا السلوب اللي هون، السلوب اللي هون. فبالتالي نستنتج شغله انه عدد المجاهيل اللي هو السؤال اللي راح يجيك برضه بكره، اذا ما جاكش تبع عدد المعادلات بيجيك عدد المجاهيل، عدد المجاهيل هو عدد الجوينت عدد الفيكست والكنتليفر. كيف يعني عدد هاي اللي هم الشغلات اللي من الاستراكشر 1 اللي هم الثيتا والدلتا. لو انا عندي زي هيك تمام، عندي فريم زي هيك، فبالتالي انا عندي عدد الجوينت 1 2 3. بالتالي قلنا عدد الجوينت، عدد المجاهيل وعدد الجوينت عدد الفيكست. ليش عدد الفيكست؟ لانه الثيتا هي معلومه مش مجهوله، يعني في عندي هون ثيتا 1 عندي هون ثيتا 2 وعندي هون ثيتا 3. هسه الثيتا 1 والثيتا 3 0، الثيتا 2 لها قيمه، فبالتالي عدد الانون يساوي 1. تمام، هاي خلينا نكون مع بعض فيها عشان ما اورجيكم كيف الاسئله اللي عليها بتيجي على السريع. طبعا الموضوع في السنوات هذا بقول لك كم عدد المعادلات، عدد المعادلات كالتالي كل منبر له معادلتين، منبر منبرين ثلاث، هذا كنت ليفر بديش اياه، فعدد المعادلات هو 6. بدي ارجع سؤال عدد الانون، انا هذا عدد الانون، كم عدد الانون؟ عدد الانون اللي هو هسه قلنا الكنتليفر لا اعتبر مجاهيل. ليش ما بعتبر مجاهيل؟ لانه انا ما كتبت له معادله عشان تعطيني هسه هي عدد المجاهيل والنان والانام من وين؟ من معادله المومنت اللي انا كتبتها، ام 1 2 فيكست اند مومنت 1 2 زائد 4 اي اي ثيتا 1 على ال زائد 2 اي اي ثيتا 2 على ال زائد دلتا في 6 في اي اي على ال تربيع، صح ولا لا؟ راح تقول لي صح زائد او ناقص. هسه انا بشوف قديش بكل منبر قديش عدد النون والانون، مش بعد بكل مومنت، بكل منبر، يعني كل الام 2 1 الام 1 2 بشوف شو انا عدد النون والانون. هسه الكنتليفر كوني انا ما عديتها اصلا من عدد الايكويشن، بالتالي برضه الانون اللي فيها ما بدي اياهم، يعني انا هون في عندي ثيتا وانا في عندي دلتا هون، بس انا ما بدي اياهم، انا مش داخلهم بالحسابات. فهذا الفريم، هذا البيم بوقف عندي زي هيك، بيم بوقف عندي زي هيك. فبالتالي عندي انا جوينت 2 3 ولكن هذا فيكست، فبالتالي ظل عندي 2 جوينت 1 و2، فالثيتا هي 2 اللي هم عندي، بس انا مطلوب مني اوجد ثيتا 2 واوجد مني ثيتا 3، فعدد المجاهيل هو 2، فدائما الفيكست ما بنعتبره قيمه. طيب نجي لسؤال ثاني.
هذا السؤال بقول لك كم عدد النوم الأنام. هي find the number of النام. واحد اثنين ثلاث أربعة، هذا fixed وهذا fixed، معناته قد إيش ضل عندي؟ اثنين، فالجواب اثنين. هون اثنين هيها، طبعا محلول بالسنوات بس أنا هسه مشان أفهمك كنت معي علاق هنا. هون عدد، طب فرض أنه طلب مني عدد الإكويشن، طلب عدد الأنام، بشيل الكنتيليبر، عدد الأنام هم الثيتا اللي هون لأنه هنج، والثيتا اللي هون، وفي برضه ثيتا هون، هون في ثيتا كونها مش فيكست فهي ثيتا، فهون عندي 3 أنام. هي هون كم عدد الأنام؟ لاحظ أصلا يعني لو بدك تعتبرها تقول لي الجواب زيرو، لا مش زيرو، الثيتا اللي هون أنا بدي أوجدها، يعني أنا لما أحل هذا الفريم على سلوب ديفليكشن بحتاج إني أوجد الثيتا اللي هون عشان يفرط معي السؤال، لأن الثيتا اللي هون فيكست بتطير، فيكست اللي بتطير، فيكست اللي بتطير، بظل هاي ثيتا. فهيك إحنا عرفنا عدد النون والأنام. الأنام دائما اللي هم الثيتا، بس دائما الثيتا إلا إذا قال لي في دلتا بالسؤال. الثيتا والثيتا اللي هم فعليا عدد جوينت عدد الفيكست. فهيك إحنا أوجدنا الخطوة أربعة. ظل الخطوة خمسين بطبق مع إكوليبريم إكويشن. بس قبل ما أطبق إكوليبريم إكويشن برجع لخطوة ثلاث. أنا عندي كالتالي، نرسم على السريع ونكتب على السريع زي هيك صح؟ أنا في عندي M1 2 بيساوي فيكس فيكس 4 إي 4 ثيتا 2 زائد 4 ثيتا 1 زائد 2 ثيتا 2 صح؟ وM2 1 بيساوي فيكس فيكس 2 ثيتا 1 زائد 4 ثيتا 2 وM2 3 بتساوي، طبعا انا بس قاعد بختصر الاي والاي والال والسوالف هاي مع السريع مشان اقول لكم الفكره. مش عندي زي هيك هسه من خطوه اربعه عرفت انه الانام هم فعليا بس ثيتا 2، وهي طلعت معي زيرو وهي طلعت معي زيرو. فانت شو بتعمل؟ بتروح بتمسك كل وحده فيها ثيتا 1 وثيتا 3 بتصفرهم، بتشيل هاي بتشيل هاي وبتشيل هاي، بصف عندك المعادله فعليا ام 1 2 بتساوي فيكست اند مومنت زائد 2 ثيتا 2 اي اي على ال، وهاي نفس الشيء بضل ثيتا 2 هون بضل ثيتا 2 هون بضل ثيتا 2، بضل عندي بس ثيتا 2 هاي بتصفر هاي بتصفر، فبضل عندي بس ثيتا 2. بطبق الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها اللي هي ستيب 5 اللي قبل الاخيره، بنكون خلصنا الطريقه اللي هي الإكوليبريم إكويشن، معادلة الاتزان. معادلة الاتزان هي كالتالي، شوف المنبرات اللي عندك، قول زي هيك زي هيك. بكل بساطة بتطبق معادلة مجموع المومنت بتساوي زيرو عند الممبر، عند المومنت اللي ببلشوا بنفس الرقم. كنت قاعد بتمز علي بقول لك ابو مزش عليك. اذا هاي اسمها 2 1 وهاي اسمها 2 3 ببلشوا الاثنين عند الرقم 2 صح؟ فبتاخذ مجموع المومنت عند ال 2 بتساوي زيرو، يعني بتحكي ام 2 1 زائد ام 2 3 بتساوي زيرو. ام 2 1 كم؟ ام 2 1 هي فيكست اند مومنت 2 1 زائد 4 اي اي ثيتا 2 على ال، ما بدي اكتب 2 اي اي ثيتا 1 ما صفرناها خلاص، وهاي بدها تساوي فيكست اند مومنت 2 3 زائد 4 اي اي ثيتا 2 على ال. فشو بتعمل عندي؟ اجمعهم مع بعض بيطلع عندي المجهول فقط ثيتا 2، بوجد قيمة ثيتا 2. أنا هيك أوجدت السلوب، أوجدت السلوب قبل الرياكشن، أوجدت السلوب بتظل عند الخطوة الأخيرة ستيب 6 سبستيوت، عوض عوض وين؟ بالستيب 3 سبستيوت بالستيب 3 وطلع قيمة الأم اللي هي قيمة الرياكشن، وهيك باي باي سلوب ديفليكشن. هيك خلصنا الطريقة. فعشان هيك بدل ما أعيد هذا الحكي بنحل مثال. بدي أحل مثال بسيط اللي هو المثال بالدوسية على السريع لأنه بسيط وما فيهوش هذا أصلا إكوليبريم إكويشن. خلينا مع بعض نحله، ولا بدناش نحله هاي، بنحكي كيف حليته على السريع عشان نوفر وقت ونحل الفريم. سؤال ديسم الفريم مهم يعني، أصلا ما راح يجيك بالامتحان تحل سؤال كامل يعني بصراحة. راح يجيك سؤال هاي، أجاني هذا السؤال
وحكى لي أوجد أم واحد اثنين. في عندي طريقتين للحل مش طريقة. لا تقول ليش فورس ميثود وستيفنس وهاي، لا لا، بقول لك عندك طريقتين للحل بالأونلاين. بالأونلاين في عندي طريقتين للحل. الطريقة الأولى كلنا بنعرفها اللي هي سلوب ديفليكشن. الطريقة الثانية حبيبنا الحلو، هذا 5 متر، أنا قاعد بغششكم. خلصنا الجواب 6 وربع. طبعا ايش هذا؟ عكس اقارب الساعة، فالجواب سالب 6 وربع. هاي الطريقة رقم واحد بالامتحان، طلب مني الرياكشن، هاي الرياكشن عادي. في طريقة اثنين، طريقة الاسلوب ديفليكشن، حل يدوي للجامعة. هذا برنامج شرحته بجروب ستراكشر 1، بتلاقوني حاطه فيديو، فوتوا على الجروب دوروا، بتلاقوا لي ناشر بوست في فيديو شرح كامل لهذا البرنامج. فهذا أول طريقة، تمام؟ هاي طريقة رقم واحد. طريقة رقم اثنين، نحلو على slope deflection. يلا أول خطوة نرسم معادلة المومنت، نرسم المومنت ومنشوف هذا إس، هذا fixed فبالتالي value وهاي zero، فالمومنت ديجرام عندي positive ونيجاتيف، فالجواب أم واحد اثنين أم اثنين واحد. أم اثنين واحد بتساوي zero، يعني ما تيجي تحكي لي في عندي معادلة اسمها أم اثنين واحد تساوي fixed and moment اثنين واحد زائد 4 اي اي ثيتا 2 على ال زائد 2 اي اي ثيتا 1 على ال. ما بحتاج هاي المعادله انه هاي خلص تساوي 0، وهي الفيكست اند مومنت معي، وهي الثيتا 1 طارت لانها فيكست 0، بيضل عندي 4 اي اي ثيتا 2 زائد الفيكست اند مومنت بيساوي 0 فبطلع ثيتا 2. هذا لو طلب مني اوجد السلوب عندي 2 بحله مباشره بدون ما ارسم، بقول 0. لو اطلب عندي ثيتا عندي 2، ثيتا 2 كم بتساوي؟ اجاني السؤال بكره حكى لي اوجد ثيتا 2، بحكي لك بكل بساطه بقول له 0 بتساوي الفيكست اند مومنت 1 2 1 اللي هو هذا اللي هون، هذا كم قيمته؟ W التربيع 12، يعني 2 2 ضرب 10 تقسيم 12 بتطلع معي 1.667. لا دقيقه، 2 ضرب 25 على 12 4.16، 4.16 زائد ثيتا 2، ثيتا 2 قيمه 4 اي اي ثيتا 2 على ال، ال كم هي؟ 5، فبالتالي ثيتا 2 بتساوي 5 ضرب الانسر تقسيم 4 تطلع معي 5.208 سالب على اي اي. سالب يعني انه الثيتا هاي كاونتر كلوك وايز. ليش؟ لانه انا فارض بالستوب ديفليكشن مع اقارب الساعه موجب وعكسه سالب، فهي هي ثيتا 2، فهيك انا وجدت ثيتا 2. تمام؟ تمام. احنا لا، احنا بدنا نوجد الرياكشن، انا وجدت الثيتا بس ما بتفيدني، بدي اوجد الرياكشن. فبروح اطبق الخطوات، الخطوه الاولى كانت كذا، الفيكست اند مومنت سالب 4.16 لسالب دبليو ال تربيع 12. بعدين شو بدي احكي؟ بدي احكي معادله المومنت ام 1 2 بتساوي الفيكست اند مومنت سالب 4.16 بعدين زائد 4 اي اي ثيتا 1 على ال زائد 2 اي اي ثيتا 2 بتش على ال على 5، تعوض مباشره على 5. بس الخطوه الرابعه هي الانون والنون، بنعرف انه الفيكست هي 0 اللي هي ثيتا 1 فبصفر هاي، فبطلع عندي ام 1 2 هو عباره عن 1 2 يساوي سالب 4.16 زائد 2 اي اي ثيتا 2 على 5. فهسه الخطوة الرابعة هي الإكوليبريم إكويشن. يا بحكي بس بحكي بقدر أحكي إنه مجموع M عند واحد بتساوي زيرو، وبقدر أحكي مجموع M عند اثنين بتساوي زيرو، بفرقش معي. فمجموع M اثنين بتساوي زيرو، حكينا زيرو بتساوي كذا وطلعناها 5.08، أو بحكي مجموع M بتساوي واحد بتساوي زيرو، فبحكي 4.16 تساوي كذا وبحل. فعلى الجهتين بطلع عندي نفس الجواب، بطلع قيمة ثيتا، بطلع قيمة ثيتا هنا مع بعض. اول شيء حكينا هو فيرست اوردر، وصلنا المومنت ديجرام. ثاني خطوه الفيكست اند مومنت، طبعا هنا بالبي دي اف هون معدل خطا، بس بالورقيه معدل مكتوب انها يعني الجواب هذا صح، بس هاي الثمانيه مكتوب خطا هون، بس بالمع على الورق معدل صحيح. حولتها تو فيكست، كتبت المعادلات ما فيش هبوط، فدلتا 1 2 0، بعدين
عوضتها زي ما عوضت قبل شوي. ستيب 4 بتساوي صفر، الباوندر كونديشن حكينا ثيتا 1 0 فثيتا 2 هي الانون، فطبقنا نكتب معادلات المومنت، نلاحظ انه ثيتا 2 مجهول، خذ مجموع المومنت الاثنين بتساوي 0، نلاحظ انه جوينت 2 ما عندوش غير ام 2 1، فبالتالي بس ام 2 1 بتساوي 0، فطلعت معي 5.2. فطلع عوضت 5.2 طلع معي الجواب سالب 6.25. ايوه صح. طيب بس عشان نوجد الرياكشن، مرات بيطلب منا الرياكشن، لما يطلب مني رياكشن نعمل كالتالي. انا صار معي خلينا نرجع البوينت بوينت مره. احنا من الرياكشن من المومنت قصدي عرفنا انه هذا قيمته 6.25، فبالتالي انا اصلا كان عندي فيرست اوردر صح؟ صح، يعني اوجدت الشيء الزياده، فهسه انت بترجع ستاتيك، لا بترجع ستراكشر ولا شيء، ترجع ستاتيك طبيعي. مجموع المومنت عند واحد بتساوي 0 مثلا، فبحكي سالب 2 في 5 في 2.5 بتعملي مع عقارب الساعة. مش تحكي لي مع عقارب الساعة أنت فارضها موجب، بقول لك لا صح، أنا هون بطبق ستاتيك، ستاتيك بفرض اللي بدي إياه يعني. ها أنا فرضت لك عكس عقارب الساعة موجب، ولكن بالستوب ديفليكشن اللي مع عقارب الساعة سالب. بعدين زائد R2Y في 5، بعدين هاي زائد 6.25 بتساوي 0، فبطلع قيمة R2Y بتطلع معي هاي 6.25. بعدين بحكي سيجما اف واي بتساوي 0 بطلع 3.75. طيب بدي اقول لك تركين بسيطات مشان اذا وقتها حبيت تطلع تقدر تطلع. الترك الاول، طبعا احنا لسه ما كملنا الطريقه، لسه فضل في ترك كثير مهم. لو كان عندي انا زي هيك هذا، انه بعد ما قطعت السؤال اللي كنت راسمه اول شيء كنت واصلهم زي هيك شوي، هذا السؤال شايفينه اللي حليته اول شيء، وكان في عندي او حكيت معادلات يعني سؤال زي هيك، كان عندي زي هيك هذا السؤال. انا طلعت المومنت اللي هون وطلعت المومنت اللي هون، راح تحكي لي تمام، هسه شو بطلع الرياكشن اللي هون وبطلع الرياكشن اللي هون وبطلع الرياكشن اللي هون، بس هذول معي، هذا معي وهذا معي، فضل علي اطلع هذا واطلع هذا واطلع هذا. هسه هذول كيف بدي اطلعهم؟ بكل بساطه بقول لك سوي كالتالي، بتفصل كل جزء لحاله، ترسم رولر دائما هيك تشتغل، ترسمها وترسم هذا الجزء لحال، ترسم هذا لحال، هذا في عليه لود وهذا في عليه لود. هسه هذا في عليه رياكشن طلعته معي، وهذا في عليه رياكشن معي طلعته، وهذا معي في الموطا وهذا موطا، فبيظل علي المجاهيل هم هذا وهذا وهذا وهذا. هسه هاي لو سميتها R2Y1 وR2Y2، بكل بساطة R2Y1 زائد R2Y2 بتساوي R2Y اللي بدي اياها، اللي هي قيمه الرياكشن بالبيم الاصلي. فلما يكون انا عندي بيمين، مش بيمين زي هيك، وهذا الجوينت مشترك، فحاصل جمع الرياكشنين هو الرياكشن اللي بيكون بالبيم الاصلي، اما هذولا زي ما هم عادي ما فرقوش معي. طبعا هسه راح نشوفها هون، حلينا السؤال واوجدنا الرياكشن مره كمان. هذا السؤال هيو طلعنا انه هو فورث اوردر، فانا بطلع اربع رياكشن زياده. هي رسمه المومنت، بوجد الفيكس لكل منبر، بطلع هاي معدل الخفوش، هاي جوابه صح يعني. بعدين هذول صفر في الشبوط، عوضت هون الفيكس المومنت. بعدين حكيت المجاهيل هي ثيتا 2 بس، حكيت مجموع المومنت عند 2 بتساوي 0، فهي ام 1 2 وهي ام 2 3، طبقت المعادلات، فايش انا بدي اساوي؟ بساوي بس هذول 0، فوين ام 2 1 عندي؟ هيها، وين ام 2 3 هيها، بروح بجمعهم مع بعض، بيطلع عندي هيو شايف بجمعهم مع بعض، هاي هيها وهاي هيها
فبتطلع معي ثيتا 2 4 على 1.67 على اي اي، فبروح بعوض بالمعادلات الاربعه فبطلع قيمه المومنت. وعشان تتاكد من حلك مجموع ام 2 1 وام 2 3 لازم يكون مجموعهم صفر، فلاحظ اجمع هاي وهاي صفر، هي نفس المعادله هاي. طيب بنكمل، بس عشان اوجد الرياكشن بتعمل زي هيك، بتعمل زي هيك، هذا فيكست او مش هذا كان فيكست اصلا كانه هيو كان فيكست وكان فيكست، فهون رياكشن مومنت وهون رياكشن مومنت. في شغله نسيت احكي لكم اياها اللي هي هاي، هون في مومنت كمان قيمته 10.93 نسيناه. يعني لما انا عملت زي هيك زي كاني انا مش شرط هيك، حسب شو اللي معي، حسب شو الاشاره. تمام، معنى هذا الخط يعني في مومنت هون، معنى هذا الخط يعني في مومنت هون، معنى هذا الخط انه في مومنت هون، معنى هذا الخط انه في مومنت هون. هيها فبتوجد الرياكشن هون، بترجع ستاتيك وستركتر ومورك طبيعي. فلاحظ انه انا لما حليت طلعت الرياكشن هذا، طلعت الرياكشن هذا، بعدين رجعت سكرته وطلعت اللي بالنص عادي حرام، وهل زي ما بدي. بس قلت لك اذا حابب تبلش معي. طيب هذا فريم، نرجع كمان للفريم، لاحظ انه بالفريم انه هذا منبر طوله 6 ولكن في عندي اللودين مختلفات، هاي 16 وهاي 10، يعني مش مختلفات على مسافات مختلفة. فلما بدي اجي اطبق هون بهاي المعادلة بدي اطبق البي اي بي تربيع والبي ال، ما ننساش البي اي بي تربيع والبي ال. فهون لما ربعنا الاي لما اشتغلت باللود ال 10، لما اشتغلت باللود ال 10 فبشتغل لليسار انا قاعد، فبربع بربع اللي على اليمين، انا بشتغل على اليسار بربع على اليمين وبطبق هاي. هاي شوفوا قدامكم، هاي الواحد هاي الواحد، هاي الخمسة هاي الخمسة. كانوا في خطأ هون، هل بدي أفلا تعتمدوا هون على الورق هي الصفحة، أنا متذكر أفضل غيرته، كان في خلل. فطلعت الرياكشن وحليت. طبعا الفريم، الفريم لو لاحظنا هاي فيكست وهاي فيكست، فبالتالي الثيتا 2 هي مجهولة، فأنا باخذ مجموع المومنت عند اثنين بتساوي زيرو، اللي هي مجموع المومنت عند اثنين بتساوي زيرو، اللي هي فعليا ام 2 1 وام 2 3. فأنا اللي بكتبهم معادلات السلوب ديفليكشن اللي هم ام 2 1 وام 2 3، هم اللي بجمعهم وبطلع من خلالهم ثيتا 2. فهيها رحت عوضت، بعدين عشان الرياكشن برضه هون في اخطاء، عشان الرياكشن هون مومنت هون مومنت هون مومنت هون مومنت، والرياكشن اللي هون هو نفس اللي هون، الرياكشن اللي هون هو نفس اللي هون، وهذا راح يكون نفس اللي هون. هذا انت بتحله بايدك وبتحله على البرنامج، حله زي ما بدك. المهم احنا امتحانات اونلاين. هسه الكنتيليفر، ظل علينا اخر موضوع بالهاي الكنتيليفر. تتذكروا لما عملت انا ستيب 1 بعدين ستيب 2 وكملت، هسه قبل هيك في عندي بسميك ستيب 0 او ستيب نجمه. ستيب نجمه، ستيب نجمه كالتالي. ستيب نجمه اللي هي انه امسك جزء الكنتيليفر وطلع المومنت عنده. هذا التريك اللي بدي اياك تعرفون، اللي انا بدي اياك منه كل التشابتر وكل طالب بيعرف هذا التريك، اسئله المومنت ديستريبيوشن اللي هسه مش اللي هسه، لما يرجع لامتحانه المد ويحكي ليش انا جبت 5 من 25 ولا جبت انا 5 من 30، يشوف كيف في عنده ثلاث اسئله او اربعه راحن عليه وهو بيضحك، وهو بيضحك، واللي بحضر الفيديو ما عارف عليه مش هون مش معنى هو باللعبه. طيب كان عندي زي هيك، هذا سؤال من اسئله المد، ما بديش ها بديش. اقول لك قبل ما ارسم سؤال المد تشرح لك الفكره. بن كانتيليفر لود 10 لود 5 5 متر لود مستطيل، هذا المومنت دايجرام له كالتالي، برسم كل واحد لحال، هذا 0 بالتالي هذا هيك، بعدين هون قيمة، بعدين بتيجي معي لينير زي هيك. هذا المومنت ديجرام عندي، هذا ام 1 2 تساوي 0 لانه بن، وهاي ام 2 1، هاي ام 2 3، وهاي ام 3 2. بالامتحان بكل بساطه طلب مني امتحان المد،
أوجد أم 2 1 أو أوجد أم 2 3. طبعا الطالب اللي بروح ببلش يكتب معادلتين لهذا المنبر ومعادلتين لهذا المنبر بأخذ زيرو. عشان قلت لك في شيء اسمه ستيب ستار. شو ستيب ستار بتحكي لي؟ أوجد المومنت أم 2 3 وأم 2 1 قبل. كيف توجدهم؟ هذا الجزء بس احنا بنحل ستراكشر 2. احنا بنحل ستراكشر 2. ستراكشر 2 بتتعامل مع شيء اسمه indeterminate structure. indeterminate structure. structure 1 structure 2. structure 1 كانت تتعامل مع determinate مع determinate structure. فبالتالي اي شيء ديتيرمنت ستراكشر انا بدي احله على ستراكشر 1، واي شيء انديتيرمنت ستراكشر بدي احله على ستراكشر 2. طيب انا بدي اعطيك ملاحظه بسيطه انه الكانتيليفر هي ديتيرمنت، فكونها ديتيرمنت بدي اروح ستراكشر 1. شو يعني ستراكشر 1؟ يعني بترسم الجزء هذا زي الاسد لحاله، تحكي له هون هذا جزء يمين صح؟ صح مومنت مع قرب الساعه ام 2 3 ترسمه زي هيك. هاي اول خطوه بدك تعملها، اول خطوه بدك تعملها هي هيك ام 2 3 10 هيك، بتطلع قيمه هذا الاسد اللي هو ام سالب ام 2 3 سالب 10 في 5 بتساوي 0. فبتحكي سالب ام 2 3 تساوي سالب 50. سالب 50 مش يعني بتحط بتروح على الخيارات تحط سالب 50، دير بالك بتحط زي هيك بتجيب صفر برضه، بيروح عليك علامه السؤال، بتحكي يا انا عرفت التريك بس ما حطيتش الجواب صح. سالب 50 هاي معنى سالب 50 على طريقه ستراكشر، ولكن الدكتور بده السالب والموجب بناء على شيء اسمه الكاونتر كلوكوايز والكلوكوايز. فبالتالي انا بدي اشوف الام 2 3 هل هو مع عقارب الساعه ولا عكسه. هسه انا هون فرضه مع صح، طلع معي سالب، فيعني معناها الجواب عكس، يعني بالتالي هو هيك، بالتالي هو هيك، فبالتالي هو هيك صح. فالجواب هسه هذا الشيء ماله ام 2 3، ام 2 3 هو عباره عن كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه، فالجواب هو سالب 50. طب راح تحكي لي طب ما هو كان سالب 50 ليش عملت كل هالعجقه؟ بقول لك عشان هذا الشيء. انا ما بشوفكش قاعد والله، بدي اياك تكون بطل. find ام 1 2 اقطع عند امسك 1 2 لحالهم لانه كانتليفر هاي مش بن، ترسم هيك فبالتالي ام 1 2 زائد 5 في 5 تربيع 2 تساوي 0، فبيطلع معي ام بتساوي 5 تربيع 25 على 2 بتطلع معي سالب 62.5. هسه اروح احط الجواب سالب، دير بالك انا بدي ام 1 2، هسه طلع معي سالب، معنى كلمه السالب يعني انه هذا اللي انا راسمه بالعكس، يعني هذا هيك. فهذا ام 2 1 2 هذا الشيء ماله مع عقارب الساعه، فالجواب 62.5. ما كنتش امز عليك لما اعطيتك الجزء اليمين، تفهم ما فهم. المومنت اللي بيطلع معي اذا طلع معي اللي انا فارضه، اذا انا فارض مع عقارب الساعه وطلع معي موجب معناته الجواب موجب، طلع معي عقارب الساعه طلع سالب فبحط سالب. فرضه مع عقارب الساعة وطلع موجب معناته هو موجب، طيب فرضه مع عقارب الساعة وطلع سالب فهو سالب. I am magic. كأنك حاط الكانتيليفر إلى مومنت وأنا كنت أتوهم. كيف يعني؟ هذا أم الواحد اثنين توها كانت ثلاثين كيف؟ نعم؟ خلص ما أنت حذفت الرسمة. طيب حذفتها. ما كنت بدي اشو اسال سؤال. طيب هي شوف كيف انت حاط ام 1 2 بدك ام 2 1 ام 2 1 بعد فراغ ما في خلطه بسيطه. 2 1 مش مشكله. ام 2 ام 1 2 0 دير بالك هي ترك. طيب هسه ممكن ما اجيبش هذا، ممكن لو كان عندي زي البيم رسمته اول شيء زي هيك يطلب منك اذا هاي واحد وهاي اثنين وهاي ثلاث يجي يطلب مني ام اثنين واحد. طب ما انا قبل شوي شرحت لك لما رسمت المنبر هذا لحال وهذا المنبر لحال قلت لك انه القيمه هاي
هي نفسها هاي، فبالتالي هاي القيمة هي نفسها هاي ولكن عكس الإشارة. فبالتالي لما أنا أقطع هيك القطع فأنا هاي هيك وهاي هيك، فبالتالي أم 2-1 هي عكس أقارب الساعة، فالجواب سالب 50. جواب سالب 50 يعني إنها يعني إنه 50 clockwise، إذا إنه counter clockwise يعني هيك. تمام، هسا هاي معناها إذا هاي هيك فبالتالي هاي هيك وهاي القيمة نفسها هاي، هاي معناها مع أقارب الساعة فالجواب 50. أتمنى أنها تكون وصلت. بترسم كل واحد لحال، تشوف شو اتجاه المومنت. اتجاه المومنت مع فهو موجب، اتجاهه عكس فهو سالب، مش إذا طلع معي الجواب سالب فهو سالب لا. طيب هاي والله العظيم أنا راح أفتح معكم على أسئلة المومنت سيتويشن اللي أجت على النت. هاي أسئلة المت value of E، شو الـ E هي؟ هي M الـ value of fixed end moment. وديش إياها عرفنا كيف نجد fixed end moment. أوجد M1 2 adjoint 1 هذا على البرنامج أو بحل يدوي ناش إياه. أوجد الـ value of F اللي هي distribution factor ما ناش فيها. أنا بدي أجعل سؤال في cantilever، مش عارف شو الـ value اللي بدي إياه هون. بده الـ value of H. شوفوا والله هذا سؤال، والله حرام ينسأل، حرام أنا كدكتور أجيبه بالامتحان. بده الـ value of H، وينها H؟ H اللي هي الـ final moment. شو الـ final moment من joint 4؟ من joint 5؟ صفر، جواب صفر. والله حرام، والله حرام يروح عليكم هذا الامتحان. طب بصير علامتين، والله علامتين. علامتين ولا مش علامتين؟ علامة ونص؟ وأنا شفت ناس جايبين ثلاث. أوجد الـ value of L، وينها L؟ carry over factor نص. هذا تناقرنا عليه ألف مرة. لا carry over factor نص بس هاي عملية carry over، هي مش نص، هي قيمة يعني اللي هي هاي القيمة ضرب نص. هذا الجواب، هذا بس ناخذه، انا ما باخذوش بس انا بدي ترى سؤال كانتليفر. هذا السؤال يقول لي اوجد، طب هذا سؤال والله من المنت اقسم بالله. ام 3 2 وينه؟ هيو هذا، هيو 5 في 3 15، ولكن ايش بده يكون؟ مع عقارب الساعة الجواب بوزيتيف 15. طب اذا ما هذا سؤال والله حرام يروح يا الله. طب شفتوا كم سؤال اجى عليه؟ اوجد الفاليو اوف اتش نفس السؤال زيرو. في سؤال ثاني على نفس هذا البيم يا رب الاقيه. اوجد الفاليو اوف كي، 1 كي كاري اوفر مومنت بدي شيء اياها بس نشرح المومنت. اوجد الفاليو اوف دي، 1 دي اللي ديستريبيوشن فاكتور بدي شيء اياها. اوجد الفاليو اوف سي، 1 سي الفاينل مومنت. شوفوا ها والله هي ها ام طالب ام 2 3 اللي هي هاي المومنت اللي هون. ها قديش سؤال على الكنتليفر؟ يلا احكوا لي اللي جبت انت 3 و4 وقاعد تحضر الفيديو، قديش سؤال على الكنتليفر؟ مش حرام، مش حرام هذا السؤال يروح عليك؟ هو اصلا موجود بالدوسيه ترى للي معاه الدوسيه. بديش هذا، بديش اكمل هالرسمة هاي. ام 2 1 ام 2 1 هي راح تطلع معي اذا هاي مع اقارب الساعه فهي عكس اقارب الساعه. هاي اذا هاي عكس راح تعمل لي هاي مع، فبالتالي ام 2 1 هي عباره عن 4 في 3 12، فبالتالي هذا الجواب سالب 12. ايوه والله حرام، اضل اقول حرام الليله، لانه اذا هاي صارت هيك فهي بدها تصير هيك، هاي عكس اقارب الساعه فالجواب سالب 12. ثالث اسئله على الكنتليفر، واحد قيمته صفر، واحد قيمته كنتليفر، وواحد من الفريم اجى. شو بدي اقول لكم يعني؟ شو بدي اقول لكم؟ بلاش الادي كمان سؤال انصدم فيه خلص. طبعا اي شيء بتقدروا تحلوه على البرنامج. هذا سؤال كنتليفر، نجي مع بعض على الارقام، نرسم كل منبر لحال. اول خطوه ستيب ستار برسم. ام 3 2 0 طلع. هاي اللي دارس السوب ديفليكشن بيجيبش هذا السؤال. ام 3 2 0 بعدين ام 2 3 سالب 12 سالب 12 اللي هي ليش حطيتها سالب؟ يعني 12 كاونتر كلوك وايز، مش لان انا فرضها سالب، لا 12 كاونتر كلوك وايز. فلما بدي احل، لما بدي اعوض هون، لما بدي اجي اطبق معادلات المومنت، انا ما اجي اطبق معادلات المومنت احكي مجموع المومنت عند 2 بتساوي 0، راح احكي انا ام 2 1 زائد ام 2 3. ام 2 3 كم؟ هو عكس اقارب الساعه، بتحط هاي سالب 12 ما بتحط لها معادله. مشان هيك قلت لكم انا يا اخوان معادلات لا تحط معادلات. فبظل عندك ام 2 1 هيها معادله المنبر الاول، هيها ام 2 1 هيها
وثيتا 1 0 لانه سبورت فيكست، بالتالي ظلت ثيتا 2. فلما حليت هون هي طلع سالب 12 ام 1 2 هيها بتطلع طلع الرياكشن ومرك حلاوه. هذا سؤال سنوات ايام الجامعه، هاي الكانتيليفر اول خطوه وبتحل امورك تمام. طبعا انا بتذكرها في وجه اخطاء مش ذاكر. شوف فاضل انه طلع كلوك وايز على وسط مود ب 16 اللي هو المومنت اللي هون مومنت الكانتيليفر. شوف مومنت الكانتيليفر كان معي هيك، هذا ظل هذا فبعمل المومنت هيك فالرياكشن هيك، الرياكشن هذا مع عقارب الساعه فحطيت انا شوف حطيته اتجاه اسهم ما حطيته هاي 16. لما عوضت معادله المومنت اللي هون عوضته 16 والباقي بضل طبيعي. بس هيك خلصنا الستوب ديفليكشن. فيديو السنوات موجود على القناه اسمه سلوب ديفليكشن. هسه راح ننزل على القناه الفيديو هنا هذا سلوب ديفليكشن بارت 1 وسلوب ديفليكشن بارت 2. سلوب ديفليكشن بارت 1 وبارت 2 مهمين جدا بتحضرهم، وفي على القناه ستيفنس مع سنواتها، وبضل علينا مومنت ديستريبيوشن لايف او ممكن اعمل مسجله لايف لانه العدد قليل. انا قاعد بعمل لايف لخمسه فشيء شيء دقائق بصراحه يعني، فاذا قدرت بسجل بعمل الباقي مسجل. يعني اسمعوا من هون لاخر فصل في فيديوهات راح تنزل، فما بعرف راح يكون لايف او مسجل، بس اسئله السنوات راح تنحل ان شاء الله قبل الامتحان دائما قبل كل كويس مشان الاسئله راح تيجي. فيديو حل السنوات موجود. هيك خلصنا، واذا حد عنده سؤال انا وقفت الريكورد.